لعب نمبر 2. موضوع مختبرنا لليوم هو الأجنت بيهيبير. الأجنت بيهيبير بالجيد يتكون من 4 أنواع أساسية. النوع الأول اللي هو الوان شوت بيهيبير. بالوان شوت بيهيبير الأجنت راح ينفذ أكشن وحدة وبعد ذلك راح يتوقف. السايكليك بيهيبير اللي هو النوع الثاني، الأجنت راح ينفذ الأكشن بصورة متواصلة، أكشن مرة بعد مرة إلى أن يتم إيقافه عن طريق عمل شت داون للأجنت بلاتفورم. النوع الثالث اللي هو التيكر بيهيبير. التيكر بيهيبير هو أيضا الأجنت راح ينفذ الأكشن بصورة متواصلة ولكن بفارق فترة زمنية معينة يتم تحديدها من قبل المبرمج ما بين أكشن وأكشن. النوع الرابع والأخير اللي هو الويكر بيهيبير. بهذه الحالة الأجنت راح ينفذ الأكشن لكن بعد انتظار فترة زمنية معينة يتم تحديدها من قبل المبرمج. راح نجي نبرمج هذه الأربع أنواع من البيهيبير بأمثلة بسيطة، ممكن أن توضح لنا عمل كل نوع من أنواع هذه البيهيبير وشون أنه راح يتم تنفيذها عن طريق طباعة جملة بسيطة. السيمبل ايجنت هو بروجكت تم انشاءه بالمحاضرة السابقة. راح ناخذ الاختيار رايت كليك انيو وبعد ذلك راح ناخذ الكلاس. راح نسمي الكلاس ب ايجنت بيهيفير. بعد ذلك راح نضغط على البوتن فينيش. مباشرة راح نبدي بعمل inheritance إلى الكلاس agent اللي هو مخزون ضمن library jade. عند عمل inheritance فإنه كل الفيلد والمثود اللي من نوع public اللي موجودة بالagent راح يقدر يستخدمها الagent behavior. مثل ما ذكرنا بالمختبر السابق انه الكلاس ببيئة الايجنت راح يتكون من 2 ميثود اساسية. الميثود الاولى اللي هي setup واللي راح يبدأ دائما التنفيذ من عندها، والميثود الثانية اللي هي الاكشن اللي هي حتحدد لي نوع البيهيبير. راح نبدي بكتابة setup method. بداية راح نبدي بجملة طباعية لغرض طباعة اسم agents. بعد ذلك راح نحدد البيهيفير، وبهالمثال راح ناخذ الوان شوت بيهيفير. مباشرة راح نلاحظ الشر بالخط الأحمر تحت الـ One Shot Behavior. Once we put the mouse on it راح تظهر عندنا Unpaired One Shot Behavior. بعد ذلك راح نبدأ بتنفيذ الأكشن اللي إحنا نريدها واللي هي مجرد طباعة جملة واحدة أو كلمة. راح نبدي بكتابة الميثود الخاصة بالأكشن. واللي هي حتكون system
dot out dot println وراح نطبع كلمة welcome. بعد الانتهاء راح نجي ننفذ، ومثل ما شرحنا بالمحاضرة السابقة التنفيذ يكون عن طريق الذهاب إلى القائمة run، ومن ثم اختيار run configuration. بعد ذلك نذهب إلى الجافا application ونضغط right click ونختار new. بحقل البروجكت راح نلقي مباشرة اسم البروجكت موجود واللي هو simple agent. في داخل المين class راح نكتب jade.boot ونركز انه البوت تكتب بكابيتال لتر. بعد ذلك نأشر على اول تشيك بوكس من اجل تضمين كل اللايبراري الخاصة بالجيد. ننتقل بعد ذلك الى الارجومنت تاب ونضع شارحة GUI واللي هي مختصر لجرافيكال يوزر انترفيس. واخيرا ننتقل الى الكومون تاب ونأشر على تشيك بوكس الخاص بالران، ومن ثم نضغط على الران ونضغط على الأوكي ورح يبدي الانشاليزيشن إلى الأجنت بلاتفورم. نضغط على الكي الجانبي إلى أن نصل إلى المين كونتينر. بعد ذلك نضغط رايت كليك ونأخذ الاختيار ستارت نيو أجنت، وبحقل الأجنت نيم رح نبدي ننطي للأجنت اسم معين وليكن ماي أجنت. وبداخل الكلاس نيم راح نختار الكلاس. مثل ما نعرف انه البروجكت احتمال يتكون من اكثر من كلاس، فاحنا حاليا راح نختار الكلاس اللي اسمه سي داخل الباكج سي ايجنت بيهيفير. مجرد انه اضغط اوكي وبعد ذلك اوكي راح الاحظ ظهور التنفيذ وهو ايجنت ماي ايجنت، اللي هي الجمله اللي طبعناها اخذت اسم الايجنت اللي كتبته، وبعد ذلك طبع ويلكم لمره واحده واتوقف. إذن لاحظنا من خلال هذا المثال أو من خلال مختبرنا لهذا اليوم بأنه الوان شوت بيهيفير ينفذ الأكشن لمرة واحدة وبعد ذلك يتوقف. للخروج من الأجنت بلاتفورم نضغط فايل شت داون أجنت بلاتفورم وبعد ذلك نضغط على الاختيار يس. نأخذ مثال آخر حتى نوضح عمل السايكليك بيهيفير. نفس الحالة راح نضغط على السيمبل ايجنت ونختار الإعاز نيو ومن ثم نيو كلاس ونسمي الكلاس ب ماي ايجنت، ثم نضغط على الفينش. ونفس الحالة راح نبدي بالإكستند إيجنت اللي هي نخلي ماي إيجنت 2 يورث الكلاس إيجنت اللي هو موجود ضمن اللايبراري جيد. بعد ذلك راح نبدي بميثود setup اللي هي تمثل الانشاليزيشن للإيجنت. نبدي بجملة طبيعية نطبع من خلالها اسم الأجنت اللي راح ياخذه بالتنفيذ. زائد هنا هي تمثل الكونكيليشن وليس الزائد للعملية الحسابية. get local name هي عبارة عن method مخزونة بالكلاس agent، من خلالها راح أقدر أعرف اسم الagent. بعد ذلك راح نحدد behavior اللي راح نستخدمه واللي هو بهذا المثال حيكون cyclic behavior.
راح نلاحظ أشهر على cyclic behavior، مجرد إنه نحط ماوس عليه راح نختار import j.core.behaviors.cyclicbehavior. بعد ذلك راح نحدد الأكشن اللي راح يتم تنفيذها بهذا المثال، واللي هي أيضا حتكون مجرد طباعة كلمة. ولتكن كلمة welcome. بعد الانتهاء راح نجي ننفذ، وبنفس الطريقة راح نروح إلى القائمة run، ومن ثم نختيار run configuration، وبالجافا application نضغط right click ونأخذ new. بالmain class راح نبدأ بوضع كلمة j.boot ونأشر على التشيك بوكس الخاص بتضمين المكتبات الخاصة بالجيت. بالتاب الخاص بالأرجيومنت نضع شارحة GUI، ومن ثم ننتقل إلى آخر تاب اللي هو الكومون ونأشر على التشيك بوكس الخاص بالرن، ثم نضغط رن. بعد ظهور الأجنت بلاتفورم نضغط على الكيز الجانبية، ثم نضغط رايت كليك على المين كونتينر ونبدأ بستارت نيو أجنت، ونكتب اسم الأجنت بداخل الأجنت نيم وليكن ماي أجنت، ثم نختار الكلاس الخاص بتنفيذ السايكليك بيهيفير. مجرد انه اضغط الاوكي راح الاحظ بالتنفيذ ظهور عملية الويلكم بصورة متتابعة وبدون توقف. من اجل انه نوقف الايجنت عن التنفيذ راح نضغط فايل شت داون ايجنت بلاتفورم ونضغط يس، وبهذه الحالة راح يتوقف تنفيذ الايجنت. من مختبر اليوم تعلمنا الفرق ما بين الـ One-Shot Behavior وما بين الـ Cyclic Behavior. إن شاء الله يكون المختبر مفيد، وشكراً جزيلاً للاستماع. المختبر الجاي إن شاء الله رح نشرح الـ Ticker Behavior والـ Welker Behavior.